السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، معكم سالم ماسي في برنامجكم الأسبوعي مساء حرة. طبعا اليوم لدينا موضوع مهم طبعا يمس الشارع العراقي، ألا وهو التعليم في نينوى وفي العراق. موضوع الرسوب هو موضوع جدا طبيعي، لكل مرحلة دراسية فيها مؤشرات رسوب وفيها مؤشرات نجاح. احنا نعمل على تقييم السنة الدراسية منذ بدايتها حتى الوصول إلى الامتحانات النهائية. الفكرة هي إلغاء الممثليات وتبقى المدارس وتكون عائلتها مثلا ممثلية دهوك تلغى وتكون مدارسها عائدة إلى قضاء تلكيف بحكم القرب الموقع الجغرافي. كذلك في أربيل تلغى الممثليات وتكون المدارس اللي في إلى مخمور مثلا، لا إلى تربية الحمدانية. يعني الحالة اللي نشوفها إنه المدرسين مدرس يريد ينبيته، يعني ينبيته يتعين. إحنا قبل شفنا إنه المدرس يبقى 10 سنوات 20 سنة في القرية الفلانية، إحنا يعني درسونا ناس مواصلة جزاهم الله خير يعني في القرى وعشرات السنين بقوا. المهم أنه مدى استفادة الطالب بعد الدرس. يعني أنا ممكن أحاضر في 500 طالب ووراها أخليهم يجيدون عملية ما، ممكن العدد لا يؤثر ولا يتأثر. المشكلة ليست في عدد الطلاب في داخل المدارس، المشكلة في ماذا يصنع المعلم مع هؤلاء 50 أو 100.